السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح منهج KG2، كتاب ديسكوفر أو اكتشف. احنا كنا وصلنا في شابتر 2، كلاس بورتريت أو صورة الفصل، لوحة الفصل، وكنا وصلنا فيها لبيج 26. كنا خلصناها خلاص، وكنا هنبدأ شرح page 27 أو صفحة 27، وهي عنوانها كالآتي: All about jobs، يعني أعرف المهن، كل حاجة عن الوظائف، كل حاجة عن المهن. وإحنا عارفين إن all يعني كل، about عن، وjobs يعني وظائف. All about jobs يعني كل حاجة عن الوظائف أو أعرف المهن، تمام؟ وزي ما احنا شايفين في الصورة هنا، في صورة دكتور وماسك في ايده ورقة أشعة، والكلام المكتوب هنا doctors يعني الأطباء، help يعني بيساعدوا، sick يعني مريض، people الناس. طبعا الكلمات اللي لازم نحفظها هنا هوت all يعني كل، و about يعني عن، و jobs يعني وظائف، والمفرد بتاعها job JOB بدون اس، ودكتورز يعني الأطباء، المفرد بتاعها دكتور. لازم نحفظها برضو بالكتابة: help يعني يساعد، sick يعني مريض، people يعني ناس. دكتورز الأطباء، use يعني بيستخدموا x-rays بمعنى الأشعة، اللي هو ماسكها في ايده دي، اكس رايز دي الاشعه اللي بيعملوها للمريض لو في عنده لا قدر الله شرخ او كسر في ايده، عنده اي مرض مثلا هو مش عارف يشوفه بعينه ومش ظاهر على الجسم من بره، بيعملوا له الاشعه دي عشان يشوفوا الحاجه اللي هم مش شايفينها بعينهم من بره الجسم، وهي بتوضح الحاجات اللي الاجزاء اللي جوه الجسم. فاكس رايز اللي هي الاشعه اللي هم بيكشفوا بيها على جسم المريض، وبتوريهم صورة الجسم من جوه، بتوريهم صورة الجسم من جوه. يبقى مرة تانية: all about jobs، كل حاجة عن الوظائف، كل حاجة عن المهن. doctors help sick people، الأطباء يساعدوا الناس المرضى. doctors use x-rays، الأطباء يستخدموا الأشعة. وبكده نكون أنهينا أول صورة في الصفحة دي، وننزل على الصورة اللي تحت منها. وزي ما احنا شايفين فيها صورة فارمر، فارمر اللي هو الفلاح، ومكتوب جنب الصورة فارمرز الفلاحين، grow يعني ينمو أو يكبر، grow plants يعني بيكبروا النباتات، يعني بيزرعوا النباتات. يبقى farmers يعني الفلاحين، grow plants بيزرعوا النباتات، farmers الفلاحين، use يستخدموا tractors، tractors يعني الجرارات، والمفرد بتاعها tractor اللي هو جرار. يبقى مرة تانية احنا هنحفظ farmers الفلاحين، grow لوحدها بمعنى يكبر أو ينمو، grow plants يعني بيزرعوا النباتات، farmers use هنحفظ use يعني يستخدم، tractors الجرارات، والمفرد بتاعها جرار. وزي ما احنا متفقين مع بعض، اللي مش هيقدر يحفظ الكلام بالكتابة، يعني المفترض ان انت تبقى عارف الكلام حتى ولو شفوي. يعني لو انا سألتك وقلت لك يعني ايه use، تقول لي يوز يعني يستخدم. لو قلت لك يعني ايه تراكتورز، تقول لي تراكتورز يعني جرارات، والمفرد بتاعها جرار، تمام؟ فاحنا المطلوب مننا هنا ان احنا نحفظ الكلمات دي على قد ما نقدر، واهمها طبعا عنوان الصفحة اللي هو all about jobs، طبعا كل حاجة عن الوظائف، و doctors و sick people و x-ray، help we use we farmers we grow plants we tractors. وبكده نكون انهينا page. او صفحة 27،
ونتنقل للبيج اللي بعد كده وهي بيج 28 او صفحة 28، وهي تكملة طبعا لأول أباوت جوبس أو كل حاجة عن الوظائف والمهن. وهنا بيكلمنا عن مهنة تانية، عن وظيفة تانية، وهي الساينتستس. ساينتستس يعني علماء، ساينتست عالم، والساينتستس دول اللي هم العلماء اللي بيكتشفوا وبيخترعوا حاجات كتيرة جدا، أدوية، مستحضرات، أجهزة، أدوات. فهم دول الساينتستس أو اللي هم العلماء اللي بيعملوا لنا الحاجات اللي بتساعدنا في حياتنا. وهو هنا بيقولك scientists do experiments. experiments يعني تجارب، والمفرد بتاعها experiment. experiment يعني تجربة. يبقى العلماء بيعملوا تجارب. بيعملوا تجارب ليه؟ بيعملوا تجارب عشان يكتشفوا حاجة جديدة تخدمنا في حياتنا، يعملوا لنا أداة جديدة تساعدنا في حياتنا وتخليها أسهل، يعملوا لنا دواء جديد عشان يعالج مرض مثلا معين الناس بتشتكي منه. يبقى scientists العلماء do يعني يعمل أو يفعل، experiments يعني التجارب. الجملة اللي بعد كده scientists العلماء use، واحنا قلنا use معناها ايه يا يوسف يا شاطر؟ use يعني ايه يا يوسف؟ انا عارف ان انت شاطر وجات لي رسالة بتقول ان انت شاطر وبتجاوب صح. use يعني يستخدم، صح، شاطر. flasks يعني الدورق، او اللي هو اللي هي ماسكاه في ايدها، ده اسمه flask. flask اللي هو الدورق اللي هي ماسكاه في ايدها، ده فلاسك اللي هو الدورق. وزي ما احنا شايفين هي طالع منه فقاعات وحاجات، هي بتعمل اكسبيرمنت دلوقتي، هي بتعمل تجربة دلوقتي. فساينتستس يعني ايه؟ ساينتستس يعني العلماء يستخدموا فلاسكس الدورق او الدوارق. هي فلاسك بمعنى دورق، جمعها فلاسكس دوارق اللي هي الدورق المدرج ده اللي بيستخدموه في عمل التجارب بتاعتهم. فالصورة دي الجملتين اللي جنبها تاني scientists do experiments العلماء يعملوا أو يقوموا بعمل التجارب. scientists do experiments العلماء يقوموا بعمل التجارب. scientists use flasks العلماء يستخدموا الدوارق، أو فلاسك بمعنى دورق. وبكده نكون انتهينا من الصورة دي، ونتنقل للصورة اللي بعد كده وهي فيها الفاير فايترز أو الرجال المطافي. وفاير لوحدها F I R E دي بمعنى حريق والعياذ بالله. firefighters بمعنى رجال المطافي، والمفرد بتاعها firefighter رجل المطافي. و put لوحدها بتيجي بمعنى يضع. put out ده expression على بعضه معناه يطفئ أو يخمد. put out دي expression على بعضه أو مصطلح على بعضه بمعنى يطفئ أو يخمد. fires الحرائق والعياذ بالله. يبقى firefighters put out fires رجال المطافي بيطفئوا أو بيخمدوا الحرائق. دي أول جملة firefighters put out fires رجال المطافي بيطفئوا الحرائق. والجملة التانية في الصورة دي firefighters يعني ايه firefighters لسه قايلينها؟ مين هيرد عليا؟ ايوه جنى، انا عارف ان انت شاطره يا جنى، ردي عليا. ايوه شاطره. firefighters يعني رجال المطافي. firefighters use hoses. hoses بمعنى خراطيم الاطفاء، والمفرد بتاعها hose بمعنى خرطوم الاطفاء او خرطوم المياه الخاص بالاطفاء. ف firefighters use hoses رجال المطافي بيستخدموا خراطيم المياه. firefighters use hoses
يعني رجال المطافي يستخدموا خراطيم المياه. وبكده نكون انهينا البيج دي، وهي كانت بيج 28، ونتنقل للصفحة اللي بعد كده وهي بيج 29، ولسه احنا بنكمل في الـ all about jobs، او كل حاجة عن الوظائف او اعرف المهن. والصفحة هنا الصورة اللي موجودة فيها، اول صورة فيها صورة واحدة ست ماسكة قلم وكتاب وبتكتب حاجة، هي مؤلفة، هي بتألف كتاب. المؤلف يعني author، المؤلف يعني author، المؤلف يعني author، جمعها authors، جمعها authors. فهو هنا كاتب جنبها في السطر ده authors المؤلفين write يكتبوا books الكتب، authors المؤلفين write يكتبوا بوكس الكتب. فهنا ثلاث كلمات جديدة علينا برضو، authors يعني مؤلفين، write يكتب، بوكس كتب، authors مؤلفين، write يكتب، بوكس كتب. السطر التاني مكتوب فيه authors المؤلفين use، يعني ايه use؟ مين هيرد عليا؟ مين الشاطر اللي هيرد عليا وهعرف المرة الجاية؟ شاطرين كلكم شاطرين. يستخدم يوز يستخدم، وبنس يعني أقلام، الأقلام القلم الجاف اسمه بن وجمعه بنس، يبقى authors المؤلفين يوز يستخدموا بنس الأقلام. يبقى الجملتين مرة تانية، authors write books المؤلفين يكتبوا الكتب. الجملة الثانية authors use pens المؤلفين يستخدموا الأقلام. وبكده نكون انتهينا من الصورة الأولانية، وننزل على الصورة اللي بعد منها وهي فيها صورة راجل شكله واقف بيطبخ حاجة أو بيعمل حاجة. الحقيقة إن الراجل ده هو خباز، الخباز بمعنى baker، baker، وجمعها خبازين أو بيكرز. وهو كاتب هنا بيكرز الخبازين، كوك بيطبخوا أو بيعملوا، بيطبخوا بريد الخبز، الخبازين بيكرز، كوك يعني يطبخ أو يطهو بريد الخبز، يبقى بيكرز كوك بريد الخبازين يطبخوا أو يطهو الخبز. السطر الثاني bakers الخبازين use، ويوز احنا لسه كنا سألين فيها من شوية، من هيقول لي تاني يعني ايه use؟ ايوه شاطر شاطر، use يعني يستخدم، rolling pins بمعنى اللي هي النشابة لو تعرفوها، اللي هي أداة فرد العجين اللي هي في ايده دي، اللي هو ماسكها في ايده دي، خشبة كبيرة ومدورة على شكل اسطواني، هو بيقعد يفرد بيها العجين علشان يعمله على شكل خبز، فهي اسمها rolling pins. rolling pins يعني النشابات او ادوات فرد العجين، rolling pins يعني ادوات فرد العجين او النشابات لو احنا عايزين نعرفها بالمعنى الدارج. يبقى bakers use rolling pins يعني الخبازين يستخدموا ادوات فرد العجين. يبقى الجملتين مرة تانية، bakers cook bread يعني الخبازين يطهو أو يطبخوا الخبز، بيعملوا الخبز، bakers use rolling pins الخبازين يستخدموا أدوات فرد العجين. وبكده نكون أنهينا page 29 وأنهينا معاها درس النهاردة، وانتظروني بسرعة جدا في درس جديد هينزل على طول عشان نخلص الجزء ده. بس انا حبيت اقول لكم
الجزء الأهم في المهن في الشرح بتاع الفيديو ده، يا ريت نحفظ الكلمات على قد ما نقدر، لأن هو مليان كلمات جديدة اللي مش هنعرف نحفظه بالقلم والورقة والكتابة، نحفظه على الأقل بالسمع وبالنطق علشان نبقى شاطرين وحلوين. كده كده بمرور الوقت هناخد الكلام ده تاني، بس لازم نحاول نحفظه على قد ما نقدر. ولو أعجبكم الفيديو أتمنى إن انتوا تعملوا عليه لايك. وقبل ما انهي الفيديو عايز اقول ليوسف شاطري يا يوسف، بس بطل شقاوة شوية. وعايز اقول لجنى شاطرة قوي يا جنى، ان انت بتجاوبي على طول. وعايز اقول للانتصار، انا جاتلي شكوى منك وعرفت ان انت شقية، حاولي تخليكي شاطرة اكتر من كده. وكل حبايبي الحلوين اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ويا ريت لو اعجبكم اعملوا عليه لايك واعملوا شير لاصحابكم، خلوا الكل يستفيد، مش هتخسروا اي حاجة. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكوا اشعار بكل شرح جديد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.